بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبالخير جميعا. تحت العنوان change the background color of an HTML element راح يكون كلامنا إن شاء الله بإذن الله. في حلقة اليوم هنحاول نخلي الأمر مختلف شوي، لأن إحنا كل شوية تقريبا تعودنا على الإيفنت on click on click، فهنستخدم النهاردة إيفنتين مختلفين on mouse over وon mouse out عشان نستخدمهم في إن إحنا لما نيجي نعمل hover على division معين من الديفيجنز لون الديفيجن يبقى لون الخلفية، ولما نطلع بره حركته يعني نبعد عنه شوية يبقى الماوس يبقى اوت، ها اللي هيحصل الخلفية ترجع باللون اللي ترانسبيرنت. تمام كده. انا هنعمل تيست، فعندنا ثلاث ديفيجنز، الديفيجن كل ديفيجن واخد اي دي، الديفيجن الاولاني واخد اي دي ديف 1، الثاني ديف 2، الثالث ديف 3، ومكتوب فيهم نصوص معينة اي ام ريد اي ام بلو اي ام سيان. تمام كده. وفي ملف الستايلز بتاعي ستايل الديف بوسمة 100 في 100 بكسل، والديفيجن الاولاني واخد لون ريد، الثاني واخد بلو، التالت واخد سيان بنفس الوانهم ريد بلو سيان. تمام كده. لو انا رجعت في البريفيو بتاعي ولقيت النص ابي ديفيجن الاولاني وديفيجن الثاني وديفيجن الثالث، طبعا بلوك لاين اليمنت كل عنصر تحت العنصر الثاني والنص ده موجود. اوكي احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ لما نيجي نعمل هوفر على الديفيجن ده اللون الاحمر ده يبقى هو اللون بتاع الخلفيه. تمام. اول ما نعمل هوفر عليه نبعد عنه الخلفيه ترجع ترانسبيرنت ثاني، نعمل هوفر هنا اللون الازرق يبقى في الخلفيه، نبعد عنه الخلفيه ترجع ترانسبيرنت، نعمل هوفر هنا وهكذا. ديت الفكره يا جماعه. تمام كده. اوكي ما عنديش اي حاجه في ملف الستايلز بتاعي، في ملف السكريبتس تبعي هنزل بشكل مباشر واقول والله الايفنت الاولاني اللي انا هستخدمه بيكون عباره عن اون ماوس، اسمها اون ماوس اوفر يا جماعه. اون ماوس اوفر يعني لما الماوس يجي عليه يكون عليه. تمام. فلما الماوس يكون عليه انا هشغل حاجه اسمها اشغل فانكشن هسميها ماي فانكشن، ماي فانكشن عشان يكون عندي اكتر من فانكشن. تمام كده. وهاخد كنترول سي وارجع للسكريبت تبعي واقول والله يا جماعه هوم فانكشن فانكشن ماي فانكشن ديت انا هعمل فيها مثلا ايه عايز ايه. انا دلوقتي عايز اغير الخلفيه للون، عايز اغير الخلفيه للون الاحمر. تمام كده. ديت الفكره. طيب جميل، يبقى نعمل ايه؟ نقول يا دوكيومنت، ها يقول لك عيني عايز من ايه دوت، عايز تغير خلفيه، الخلفيه دي بتاعت مين؟ بتاع البادي. تمام كده. يبقى انا بناتي على مين؟ عن جوه المستند بناتي على البادي، عايز من البادي عايز استايلها، ها عايز استايلها، فهقول له ستايل. عايز تعمل ايه في الستايل؟ هقول له باك جراوند كولر، ده في الدوم يا جماعه. تمام. باك جراوند كولر، وهسند له القيمه اللون الاولاني هياخد القيمه ريد. تمام كده. يبقى ايه؟ يبقى بمنتهى البساطه ماي فانكشن واحد دي كل قصتها انها تنادي على الدوكيومنت والجوه الدوكيومنت البادي، بعدين تستايل البادي باللون الاحمر، وماي فانكشن 1 دي هتشتغل لما يوقع الماوس او الايفنت اللي اسمه ماوس اوفر على الديفيجن واحد، يعني لما الماوس اوفر على الديفيجن واحد يحصل الفانكشن دي. الفانكشن دي بتقول انا عايز اغير الخلفيه بتاعت البادي للون الاحمر. تمام. انا عاملين لو عملنا سيف كده ونعمل ريلود، فادي الفكره يا جماعه، لما الماوس اوفر عليها غيرها، لكن طبعا ايه الثاني عشان مش شغال، فاحنا عايزين بقى نكمل ايفنت الثاني، يعني لما الماوس يبعد عنها ها يبقى اوت الخلفيه ترجع ترانسبيرنت ثاني. تمام. فديت الفكره. فهنطبق ايفنت ثاني كمان اسمه اون ماوس اوت، وهيجي مفيش طبعا مسافات اون ماوس اوت يساوي، وانا هشغله ماي اشغله فانكشن ثانيه اسميها ماي فانكشن بس المره دي هسميها ماي فانكشن بس، وماي فانكشن ديت اون ماوس اوت هنشغلي ماي فانكشن. تمام. هاخد الكلام ده انا بكوبي اند انتر، هتبقى ماي فانكشن بس، وماي فانكشن هتغير لي الخلفيه للون اللي ترانس بي. تمام كده. ترجع الخلفيه ترانسبيرنت. يبقى ايه عندي اثنين ايفنت، اون ماوس اهو كده الماوس اوفر احمر، اوت ترانسبيرنت. تمام. نفس الكلام هنحاول نطبقه على مين؟ على الفانكشنز الثانيه. لو اخذنا السطرين دولت ب كنترول سي كنترول في مسافه كنترول في. تمام كده. وهنغير بقى ايه ماي فانكشن واحد دي هنخليها ماي فانكشن اثنين، دي هنخليها ماي فانكشن ثلاثه، وطبعا لا ترانسبيرنت ثابته في الكل كده. معايا 2 و3، 2 هتبقى ازرق و3 هتبقى سيان، 2 و3، 2 هتبقى ازرق و3 هتكون سيان. ناخد بكنترول سي انتر انتر.
اثنين وثلاثة. اثنين هتبقى ازرق بلو، وثلاثة هتكون سيان. انا عملت كنترول اس ورحت برفرش كده، ريد ترانسفيرنت، ازرق ترانسفيرنت، سيان ترانسفيرنت. دي الفكرة ان احنا نعمل ايه ايفنتات مختلفة، وهيجي تقريبا الكلام برضو عن موضوع الايفنت ان شاء الله بدلات امثلة مختلفة، بس احنا حابين نغير شوية من موضوع الايفنت اون كليك. اون كليك يكون شوية ديفرنت التقليدي ده، لان في ايفنت ثانية كتير في الجافا سكريبت. يا رب اكون وفقت فوضيك لهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.